اهلا بحضراتكم من جديد. شوط اول ينتهي باربعه اهداف دون مقابل لمصلحه السيتي. اذكركم برباعيه السيتيزنز في الشوط الاول، حيث افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في هذه المباراه عند الدقيقه 18. كان السيتي يتقدم بهدفه الاول في مرمى استون فيلا عن طريق رياض محرز بهدف رائع ومجهود فردي كبير قدمه في هذا الهدف. ثم توالت أهداف السيتي هدفا تلو الآخر، هدف ثاني جاء في الدقيقة 24 من زمن هذه المباراة، خطأ كبير من درينك ووتر الذي جاء به ليحل مشاكل الفريق ليضيف مشكلة أخرى وليتسبب في الهدف الثاني الذي المباراة. عن أي جمال نتحدث؟ عن الصناعة لدي بروين في الهدف الرابع، أو عن مجهود رياض في الهدف الأول، أو عن ماذا نتوقع؟ من أفضل أشواط للسيتي في الفترة الأخيرة، من حيث الجودة، من حيث الريتم، من حيث السرعة، من حيث اللاعبين المهاريين دايما حلالين عقد، حلالين عقد. نتكلم على رياض محرز، نتكلم على دي برويني، الاثنين لاعبين على أعلى مستوى، عندهم وعي تكتيكي، عندهم مهارة كبيرة ما تعرفش تراقبهم، لاعب متاحين دايما في كل الأماكن بالنسبة للفريق ككل. يعني هنا في الهدف الأول دايما مهارة رياض محرز، هنا على طول ثلاث مدافعين، والحنجلة اللي خدها برجلين اليمين دي فتحت له الزاوية، سليها حنجلة عشان تفتح له الزاوية ويحطها صعبة على حارس المرمى، دي مهارة كبيرة. لا لازم نعيده الأول، لازم الهدف ده الأولاني ده ما يتكروتش كده، لازم نجيبه من الأول. حنجلة تمويه يعني؟ ها طبعا لازم نجيبه من الأول، لأنه في شغل مهاري كبير وفي مهارة كبيرة بالنسبة لرياض محرز. هنا أولا اختيار دايما أنه دايما على الأطراف غير مراقب، هنا ثلاث لاعبين موجودين، شوف تحرك دي برويني اللي فتح له المساحة وفتح له المسافة بالنسبة له، وهو على طول ذكي غير اتجاهات جسمه. هنا الجول الحنجلة بتاع رجلي اليمين، تمن لعيبة، ده هو تمن لعيبة مش في دماغه، هو مركز على الكرة. وأوقف الجميع بالتبويع أو بالحنجلة، حنجلة احنا حنجل للجميع، بنسميها بالمصري حنجلة، حنجل ايوه باليمين، حنجل للمخرج وحنجل لهم كلهم حنجل للناس كلهم. ليه بقى؟ لان التركيزه بتاعت رجلي اليمين دي خلى عدل جسمه محمد، الشيب بتاع جسمه عشان يحطها في الضيقه، لانها لو توقف الحارس توقف اللاعب ياسم بلا توقف. هنا الحاجات الصغيره تبين المهاره الكبيره لدى اللعيب، التخيل لدى اللعيب عشان يخلق زاويه تمرير او زاويه شوط. ايوه هنا التكه بتاع رجلي اليمين دي عشان يفتح الزاويه ويحطها في الضيقه، وصعب توقعها في الزاويه القريبه طبعا، صعبه، لان زي ما بقول لك الوقفه بتاع رجلي اليمين دي فتحت له، عدلت له الشيب بتاع جسمه وحطتها، بقى سهله بالنسبه له وصعبه على المدافع وصعبه على حارس المرمى. التفاصيل الصغيره دي تتجمع في موهبه، الحاجات دي لا تدرب او لا تكتسب، الحاجات دي موهبه، هو موهوب مولود بيها، مولود بيها. الشغل الثاني الشغل الجماعي للفريق ككل، هو زي ما بقول دايما موجود في مناطق الخطوره بالنسبه له، التوقع توقع الخطا، تصرف غريب من درينك ووتر طبعا، تصرف خطا بالنسبه له، عاوز يلف قدام مهاجمين موجودين، والضغط المميز بالنسبه لسيلفا اكبره انه الخطا، وهنا توقع بسرعه وهاف فولي بسرعه حط الهدف الثاني. فبالنسبه لي هو شوط جيد، من افضل الاشواط بالنسبه، جيد جدا امتياز، من افضل الاشواط بالنسبه للسيتي، و مكلف زي ما اقول لك محمد بتبروز بمهارات لاعبين زي دي برويني ورياض محرز. لو عدنا الى هدف رياض ثاني، يعني عندما تجد المنافس مثل السيتي اصلا يجب ان تكون حذرا في كل تصرف، ثم تجد السيتي في افضل احواله، تجد رياض في افضل احواله، تجد دي برويني في القمه، تلعب امام جيسوس واجويرو معا، ثم تقوم مثل هذه التصرف. يعني السيتي اصلا لا يحتاج هديه طبعا، يعني امام فريق مثل السيتي، ليفربول، الفرق الكبيرة اللي تمتلك إمكانيات ومهارات وأيضا أدوات رائعة جدا، يمكن تعاقب بدون أخطاء. طبعا يجب أن لا تخطأ، لأن مثل هذه الأخطاء هي تكلف الكثير وتكلف الفريق، وخصوصا فريق مثل أستون فيلا يعاني في منطقة الهبوط، يعاني من أجل الخروج، يعاني من أجل البقاء، فالأخطاء يعني يجب أن تكون قليلة. واستغرب من درينك ووتر، يعني هو مكتشف المنطقة، التفت وراء، اكتشف أن يعني ما في أحد وراء، لكن يمكن لم يراقب أن سيلفا موجود، يوجه ويتحرك بخبرته اكتسبها من ليستر إلى تشيلسي، لكن الآن هو شوف في هذا التصرف، تصرف يعني لم يكن في مكانه، أتي فيه في انتقالات شتوية لكي يحل مشكلة في وسط الملعب، وأصبح هو مشكلة في عمق الملعب. للأمانة شوط رائع جدا، ليس فقط لإمكانية
السيتي، ايضا لبروز محرز، وايضا يعني محرز اليوم في الهدف الاول هذه في 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 علم الحركه يطلق عليها التوافق العضلي العصبي، هي الاعصاب كيف تحرك العضلات، وبالتالي هذا ما حصل في الهدف الاول تكلم عنه محمد، هو الاستلام من مسافه بعيده ومن ثم الدخول الى عمق الملعب في وجود ثلاث لاعبين، كيفيه الاختراق وكيفيه اعطاء معظم لاعبي العالم يفضلون خيار التمرير للخروج المسؤوليه واخذ الجراه، وهو اخذ الريسك واخذ الجراه واخذ الثقه بالنفس واستطاع ان يسددها ويعمل المراوغه اللي تحصل تكلم عنها محمد، كيفيه المراوغه واحد، ومن ثم دخول هني في اجزاء من الثانيه في التمويه في المهاره اللي يمتلكها يسجل. هذه الاشياء يجب لا تمر مرور الكرام، يجب ان نركز عليها كمحللين، لان هذه نبرزها للناس لكي يشاهد كيفيه المهاره الموجوده والموهبه الموجوده بهذا اللاعب والشخصيه القويه. نعم هو اصلا لا يضمن مكان اساسيا مع غوارديولا طبعا، وفي اغويرو وفي جيسوس وفي دافيد سيلفا وفي دي برويني، في كل هذه الاسماء مع ذلك ياخذ هذا القرار. نعم وفي اسماء كثيره وكبيره، ولكن هو يثق بنفسه ويثق بامكانياته، لذلك هذه الاشياء يجب تبرز. هذا اللاعب بعد كأس أمم أفريقيا وبروزه في الدوري يجب أن لا يكون حتى في مقاعد الاحتياط، حتى المباريات التي يعمل عليها مداورة، لأن هذا اللاعب هو بكل تأكيد العنصر المهم في فريق سيتي في الجانب الهجومي. المزيد بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا الشوط الأول في فيلا بارك ينتهي بتقدم فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون مقابل. نعود للحديث عن الهدف الرابع. هذا الهدف، هذا التصرف ليس وليد اللحظة، لا يحدث المرة الأولى من دي برويني، قد يكون أفضل صانع فرص على مستوى العالم ومن أي وضعية، ويمتلك ميزة اللعب بالرجلين بنفس الجودة والرؤية والنظرة والتصرف في أي موقف. هو بيشوف حاجات ال21 لاعبين آخرين ما بيشوفهاش. أولا هو بيفضي نفسه كويس، المساحات الموجودة بالنسبة له مميز، دايما بيستلم بالوش بوشه على طول، الجري بيقطع مسافات بالكرة ويشوف أخطر لعيب فين، أخطر لعيب فين، يعني دي حاجات طبيعية بالنسبة ليه، اتكررت كتير قوي. عشان كده هو قيمة دي برويني في الحاجات اللي زي دي، قيمة ازاي لعيب وسط الملعب يبقى عنده رؤية، ازاي يفضي نفسه في المساحات الفاضية في الملعب، ازاي يبقى متاح طوال الوقت، ازاي يبقى خطير في الموجود المساحات الموجودة. فبالنسبة له لا، أنا بتكلم على لعيب من أفضل صناع اللعب حاليا في الدوري، لا حاجات احصائيات الحاجات من اللعب المفتوح 34 تمريره، لا حاجات الكورسات مثلا الموجود 2 اسيست، لا هو مصدر خطوره للفريق، يعرف يدير المباراه كويس، يعرف يتحكم في رتم المباراه كويس. وزي ما بقول لك يا محمد، هو عنده جوده تمرير، صناع اللعب دايما يبقى عندهم نظره مختلفه للمهاجمين. اولا هي زاويه تنفيذها وهو بيجري عشان يشوف جيسوس في الزاويه الصعبه او الزاويه البعيده او المسافه البعيده صعبه وبالقوه والدقه، وهو بيجري ما وقفش وشاف، لا هو محضر وشاف الاول، رفع جسمه ولعب الكروس على طول، صعبه على المدافع سهله على جيسوس، بتقول له حطني، تقول له الكوره حطني، اتفضل على طبق من ذهب حط الكوره، وطبعا جيسوس حطها فينش مميز بالنسبه له. فدي برويني لا تتبسط وانت بتتكلم عليه، الكلام يطلع لوحده لانه لعيب ممتع زي السيتي ما قدم شوط ممتع في اول 45 دقيقه. شكرا لكابتن محمد. دكتور طارق، مع عوده لاعبي السيتي واستون فيلا لملعب برا فيلا بارك، نعيدك مره اخرى للزميل حفيظ الدراجي. حفيظ.